أخبار اليوم. أستاذ هاني أهلا بك. حضرتك نايب عن المنطقة هنا، وحضرتك رفعت قضية على ليلى علوي علشان أبناء المنطقة. مظبوط. فكلمنا بقى إيه سبب قضية اللي انت رفعت عليها هي ودي فيلش. طبعا أنا فوجئت أثناء مشاهدتي للحلقة الثانية من المسلسل بتاع هي ودي فيلشي تقريبا في الدقيقة 23 إن ليلى علوي كانت قايمة بدور محامية وكسبت القضية، ولما هي طبعا مفتش مباحث تقريبا بيتكلم مع المعاون بتاعه فبيقولوا واحنا علمناك ازاي ان انت تظبط القضيه ازاي وكلام زي كده، وانت فاكره عيل صايع من الدويقه. فهنا اهانه واضحه لاهالي الدويقه، والدويقه طبعا مش كده، الدويقه فيها رجال اعمال، فيها طبعا الاستاذ عباس اللي انت كنت قاعد معاه دلوقتي، في عيد حمدي نوحه طبعا كان لاعب في المنتخب الاول، فيها طبعا رجال اعمال. فطبعا اهانه واضحه لاهالي الدويقه، واحنا طبعا عمرنا ما نسكت على اي اهانه. طب تمام. في كمان انت قلت ان انت رفعت حاجه. رفعنا طبعا قضيه شكل الداخليه. طبعا تظبيط المحاضر. طبعا ان دي اهانه واضحه للداخليه واحنا برضو بنرفضها، ورفعنا طبعا قضية في مجلس الدولة على وقف المسلسل إن شاء الله في الأسبوع القادم، وقضية تعويض لأهالي منشية نصر، وإن شاء الله كل التعويض اللي هيجي إن شاء الله يتحط في تحيا مصر بإذن الله. تمام. الأعمال الدرامية ما بتعبرش فعلا عن المناطق دي والأهالي دي والناس دي؟ أولا الأعمال الدرامية اللي أنا فوجئت بيه طبعا في من بعد الثورة مباشرة، كل الأهداف منها التربح. انا مش شايف هدف يعني عمل درامي ليه هدف ولا بيصلح من مجتمع، لا ده بالعكس كل الاعمال الدراميه بتفسد من المجتمع. بيعلموا ازاي الاطفال تبقى مجرمه، بيعلموا كل حاجه وحشه بيعلموها للاطفال، وانا لابد هنا من تدخل دور الرقابه اللي هو منعدم. انا بقول مفيش رقابه على المسلسلات وعلى الدراما، وده شيء خطير جدا في المرحله الجايه، وعلموا اولادنا طبعا حاجات مش كويسه. يعني الأعمال الدرامية كل الهدف منها وأنا بقولها بوضوح التربح المالي فقط. حضرتك نايب في البرلمان، لو اتكلمنا عن مشاكل أهل الدويقة والمنطقة هنا، إيه أهم المشاكل اللي بتتعرض عليك أو اللي أنت بتحاول تلاقي لها حلول هنا في الدويقة؟ لا مشاكل هنا الناس طبعا مشاكل عمرها طبعا من سنين مش من دلوقتي. اللي طبعا يهمنا في المقام الأول تمليك منطقة منشية نصر. النهاردة بالنسبة للعشوائيات اللي بنت يهمنا أن كل الناس دي يبقى لها عدادات كهرباء، وأن احنا بالفعل ده إهدار مال عام. أنا مش عارف إيه القصة أن أنا يكون عندي النهاردة منطقة بحجم منشية نصر أقدر ألم منها مليارات للدولة، والدولة ما بتفكرش في حاجة زي كده. أنا بقول لك تعالى ملك الناس وخد منها فلوس، يعني أنا جاي بساعدك وجاي بقول لك أنا مش عايز منك معون، لا ده نصرف على نفسي. والإحلال والتجديد داخل الدويقة، وإحنا بنرفض أي هجرة لأي مواطن في الدويقة يتم إزالة منزله. هما بيقولوا ان احنا فعلا بنحاول نملكهم، وهم بيبيعوا بيوتهم السكنيه وبرضه بيفضلوا في نفس المكان بتاعهم. ده اولا احنا في بدايه كلام انا قلت قله الرقابه تعمل اكتر من كده. انت النهارده كجهاز وكجهه رقابيه المفروض ان انت لما بتيجي تهدي منطقه كامله تبقى عارف هتعمل فيها مشروع ايه وتبدا تشتغل فيها، لكن انت النهارده بتدي وتسيب بناء على ايه؟ ما هو برضه في فساد في الاحياء. يعني النهارده فلازم يكون طبعا طول ما فيش رقابه الفساد موجود. وانا شايف ان الرئيس السيسي شغال، يعني الراجل طبعا شغال مع مؤسسه واحده من وجهه نظري، القوات المسلحه شغاله بكل جهد، واحنا بنشكر القوات المسلحه والسيد الرئيس على افتتاحه لحي الاسمرات واهتمامه بمنطقه الدويقه، وان هو في التوقيت اللي شبه فيها الدويقه بمنطقه الرجاله الفن بيمثلها بالصيع، فده انتقاد صريح. يعني حضرتك بتطالب مثلا ان يكون في تقنين او اجهزه رقابيه على التمثيل خاصه بالاحياء او الاماكن السكنيه لانها احيانا بتسيء للشخص؟ لابد ان احنا يبقى في رقابه على المسلسلات ونصدر الصوره الكويسه عن منطقه العشوائيات في مصر كلها، لان دي صوره مصر في الاخر بيشهدها العالم كله. رساله طبعا قلتها جوه مجلس النواب نفسه، رساله الى كل فنانين مصر، ليكم فنكم ولنا كرامتنا.